اخيرا يا شباب، تعديله جديده او جولدن جديده على بلاي ستيشن 4 اصدار 9، الجولدن الجديده شباب 2.25 بـ 8، او خلينا نقول 58.258 على طول عشان اسم طويل قوي. فخلينا نخش في التفاصيل على طول ونعرف ايه الجديد وايه المميزات في الجولدن الجديد، وهل فعلا هنستفاد منه ولا لا، ونشرح كل الاضافات اللي تمت في الجولدن الجديد. بس قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نشرح، احنا متعودين نعمل ايه؟ ننزل نعمل اكو لايك سبسكرايب واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، اخباركم عاملين؟ يا رب بخير دايما، معاكم اسلام فايد في فيديو جديد. النهارده معانا فيديو حلو وحماسي ولذيذ كده من الفيديوهات اللي انا بستناها كل فتره، وهو التعديله الجديده او اصدار الجولد هين الجديد. بيفرق معانا جدا، بيضيف شويه حاجات كده بتسهل علينا الاستخدام، بتبسط لنا الاستخدام، اضافات حلوه الصراحه. ايه يا ما نفسي اشوف شويه الاضافات والحاجات دي على بلاي ستيشن 5. يا رب قريب، يا رب التعديله الخاصه بالبلاي ستيشن 5 تكمل بقى، عايزين نفرح بقى ونفعل بقى الجولد هين والاضافات وشويه الحبشتكنات دي كلها على البلاي ستيشن 5 يا شباب. الناس اللي مش عارفه ان في تعديل على البلاي ستيشن 5، تشوفوا الفيديو ده في كل حاجه خاصه بتفعيل الديبوك على البلاي ستيشن 5، بس لسه مستنيين التعديله تكمل ان شاء الله قريب. نيجي بقى الفيديو النهارده يا شباب، النهارده هنتكلم على الاضافات الجديده وكل الحاجه اللي نزلت في الجولد هين الجديد، ومش هنطول، تعالوا بينا نروح على جهاز البلاي ستيشن عشان نشوف الاضافات الجديده ونخلص بقى، مش هنقعد بقى نرغي طول الفيديو. اول حاجه يا شباب هنتكلم عليها، وهي ازاي اصلا تنزل التعديله او ازاي تفعل التعديله على جهاز البلاي ستيشن. مبدئيا يا شباب اول حاجه هتعملها، لازم حضرتك يعني نبدا بس لازم حضرتك اول حاجه هتعملها على جهاز البلاي ستيشن، وهي ان انت تمسح اي حاجه خاصه بالتعديله القديمه. تخش على المتصفح، بعد كده تدوس على اغلاق وتمسح كل حاجه حذف، وبعد كده سجل، تدوس اوبشن مسح، وبعد كده ترجع ورا، بعد كده اوبشن تاني والاعدادات، وبعد كده حذف ملفات الارتباط ومسح بيانات. بس كده شباب، كده انت خلصت الحذف بتاع كل حاجه خاصه بالتعديله القديمه. احنا المره دي كمان مش هنعدل بس التعديلات الجديده، احنا هنغير الموقع اللي بنعدل منه. احنا الاول كنا بنستخدم موقع كارو، والموقع ده كان كويس جدا، بس للاسف بقى له فتره طويله بقى بيتاخر جدا في اصدار التعديلات الجديده وما نزلش الجولدين الجديد، فبالتالي غيرنا. وافضل موقع بقى هنستخدمه جديد وهو كاميليون، الاختصار بتاعه كي ام اي بي اس 4 دوت سايت، وهنستخدمه دلوقتي واوريكم التفاصيل. بعد ما تمسح كل الملفات دي، نصيحه، راستر الجهاز بتاعك. احنا دلوقتي هنراستر الجهاز عشان نبدا على نظافه، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. بلاي ستيشن 4 فتح يا رجاله، يلا بينا. فعل الدراع بتاعك بقى، تشغله وتدوس زرار البي اس في الدراع، بعد كده تختار اليوزر بتاعك. زي في حاجات جديده هنا في اليوزر صح، شويه اضافات كده، وضفت صورتي وبتاع. لو حابين اعمل لكم فيديو، لو انتم مش عارفين ازاي تغيروا الافاتار بتاعكم وتضيفوا الصوره اللي انتم عايزينها، لو عندك ولادك مثلا عايز تحط لكل عيل فيهم صوره على اليوزر بتاعه كده باسمه بصورته كده يبقى مخصوص ليه، لو حابين سيبوا لي في الكومنتات ان شاء الله اعمل لكم فيديو متكامل. تختار اليوزر بتاعك اللي عليه التعديله بتاعتك او اللي انت عايز تضيف عليه التعديله. انت ممكن تسيب التعديله القديمه على يوزر ثاني وتحط التعديله الجديده على يوزر جديد. هتيجي هنا تفعل، هتشغل الصفحه بتاعتك، تطلع فوق هنا تدخل الاسم اللي انت شايفه قدامك ده او العنوان ده، كي ام اي بي اس 4.سايت اس اي تي اي، وبعد كده دوس على ار2 او على بدء، هما الاثنين بيقضوا نفس الغلط، بيقول لي مش هيشتغل. ليه؟ عشان انا قافل النت. هتروح تفعل النت بتاعك، تاكد من كده ان النت شغال، النت اهو شغال، ترجع ورا. مجرد ما ترجع الصفحه هتبدا ان هي تحمل، هتخش هنا كده اهو، ثواني، ترجع هنا دوس مثلث واطلع فوق، دوس هنا ودوس على ار، هيبدا ان هو يحمل معاك الصفحه تاني مفيش مشكله. زي ما انت ما شايف اهو، هتيجي هنا هيظهر لك اللي انت شايفه قدامك ده، هتيجي هنا تدوس على بي اس 4 نايل، ده هيبدا ان هو يحمل، يعمل كاش، بيقول لك اوف لاين كاش، يعني هو دلوقتي بيخلي الاصدار ده يشتغل من غير نت، بيخلي التعديلات تشتغل معاك من غير ما كل شويه تخش تفعل النت. زي ما انت شايف الرساله اللي جت من شويه، قال لي مفيش نت شغال، فرحت فعلت النت عشان الصفحه تفتح معاك. لا، هو بيعمل كاش للصفحه عشان تشتغل معاك اوف لاين من غير ما تتعب نفسك يا معلم وكل شويه تروح تفعل النت والكلام ده. هتيجي هنا تدوس على اوتو هوست دي، وزي انت مش شايف هنا هيقول لك الخيارات دي كلها، سيبك من كل الخيارات دي، هتيجي هنا تدوس على جولد هين كوليكشن، دوس عليها يبدا ان هو يعمل اوف لاين كاش تاني للصفحه التانيه دي عشان يحفظها عنده. ده كله ليه؟ انت بتحفظ الصفحات دي عندك عشان ما تحتاجش نت،
صراحة ده مريح جدا ان انت تعمل اوفلاين كاش للصفحات، سيبه لحد ما يخلص. دلوقتي بيعمل لودنج منيو، بعد كده هيخلص منك، وبعد كده هيقول لك دخل الفلاشة. جهز الفلاشة بتاعتك يا معلم. فين الفلاشة؟ الفلاشة الخاصة بالتعديلة اللي هي عليها الكرن. الناس اللي مش عارفة في تعديلة خاصة بالبلايستيشن 4 دي، انت لسه جديد ولا ايه؟ لو انت مش عارف شوف الفيديو ده عشان تعرف تعدل الجهاز بتاعك اصدار 9 بلايستيشن 4، وتقدر تنزل كل الالعاب مجانا. بيقول لك دلوقتي، بيقول لك انسيرت يو اس بي ناو، هتدخل الفلاشه بتاعتك اللي عليها الكرن. يا شباب كنا شرحنا كل حاجه يا شباب في الفيديو، يعني الناس اللي مش عارفه تفعل تشوف الفيديو، شوف الفيديو ده عليه كل حاجه خاصه بتاعت البلاي ستيشن 4 اصدار 9. انت دلوقتي خلصت يا معلم، هتيجي هنا تستنى لحد الفلاشه ما تيجي تظهر، هيقول لك ملفات نظام، بيقول لك نظام ملفات جهاز تخزين يو اس بي هذا غير مدعوم، دوس على موافق. بعد كده بيقول لك جيل بريك دان بليز ريموف يو اس بي درايف، هتشيل الفلاشه ترميها، مش ترميها يعني، بيقول لك شيلها بس يعني. وبعد كده هتيجي هنا تدوس على موافق. ايه ده ما جابليش جولد هين فوق؟ ايه يا عم التعديله ما اشتغلتش ولا ايه؟ لا يا معلم هنا غير كارو. انت هنا هتعمل ايه؟ هتدوس على جولد هين فيرجن 2.2.5 بي 8، هتدوس عليها هيفعل لك الجولد هين على طول من غير اي حاجه. دلوقتي بيقول لك اهو جولد هين الفيرجن 2.2.5 بي 8 اشتغل. هترجع ورا وبكده انت شغلت التعديل يا معلم. الالعاب زي ما انتم شايفين القفل اللي عليها كله اتشال، وتقدر تلعب كل الالعاب بتاعتك عادي. هنيجي هنا بقى نعرف المميزات بقى اللي نزلت لنا في الجولد هين الجديد ايه. خش على الجولد هين، اول ميزه معانا هنا وهي انيبل جيم دي بوك سيتنج. دي مميزاتها يا عم اسلام، مميزاتها حلوه قوي. هتفعلها الاول وترجع ورا خالص الصفحه الرئيسيه، تيجي هنا في اللعبه بتاعتك هتقف هتدوس على الاوبشن، وزي انت ما شايف تحت كده ظهر لك اتنين اعدادين يعني او خيارين زياده، ديليت وسيف داتا مانجمنت. ديليت دي وهي حلوه، ليه بقى حلوه؟ هقول لك حلوه ما تستعجلش، حلوه عشان خاطر بتقدر تمسح منها الحاجات الزيادات في اللعبه من غير ما تمسح اللعبه كلها، او من غير الاورب ستور بوكس اللفه الكبيره، او من غير فايل اكسبلور. مميزات حلوه. إيه انت دلوقتي عايز تمسح الابديت بتاع اللعبه، عايز تمسح ملفات الدي ال سي بتاعت اللعبه، عايز تمسح التيم بالملفات الايرور اللي بتظهر في اللعبه، عايز تمسح السيف داتا بتاع لعبه معينه مثلا، عايز تمسح السيف داتا من على كل اليوزرات مش من يوزر واحد. فحلوه الصراحه اعداد حلوه قوي. وعندك تاني لو دوست اوبشن تاني سيف داتا مانجمنت، دي بتخليك تقدر ان انت تشوف هتسجل اللعبه مثلا على فلاشه ولا نسخ الى جهاز تخزين يو اس بي خارجي كده، يعني شويه اضافات حلوه برضو هتفيدك يعني. هندوس على جولد هين. طب ايه الجديد بقى تاني؟ الشيت مثلا دي هتلاقي هنا انيبل شيت، دي هتلاقي هنا بيقول لك انت عايز دلوقتي شيت منيو كومبو، انت عايز تفعل الملفات الشيت. وكنا شرحنا يا شباب ملفات الشيت، اللي مش عارف ايه ملفات الشيت دي من الاخر كده خش الالعاب عشان الهيلث بتاعك ما يخلصش، عشان الاستمنه بتاعتك تبقى طويله، عشان عدد المحاولات ما يبقى ما لا نهايه له من محاولات، شويه حاجات كده. بيقول لك عشان تفعل الخيار ده بيقول لك لونج بريس شير باتون، يعني تدوس على زرار الشير ده دوسه طويله. تحت بيقول لك فاست دبل بريس بي اس باتون، يعني تدوس على زرار البي اس اللي في نص الدراع اللي هو بيشغل الدراع ده، دوستين بسرعه ورا بعض عشان يشغل الملفات الشيت دي. دي برضو حاجه حلوه. بيقول لك هنا شوشه منيو اون جيم اوبشن، يعني لو دوست عليها كده يظهرها لك بقى في الاوبشن بتاع الجيم، وهنطلع نتكلم عليها دلوقتي. وهنا بيقول لك تحت ايه الشو تايتل اي دي، دي مهمه قوي يا شباب. ليه بقى؟ دوس عليها بعد كده انزل تحت دوس هنا مثلا على تايتل اي دي اند اب فير، وارجع ورا يا معلم. بص 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 الالعاب ظهرت تايتل اي دي بتاعها كلها وفيرجن الابديت كمان. يعني عندك مثلا اللعبه زي جاد اوف وور، هنا ظهر لك التايتل اي دي بتاع اللعبه، الاسم بتاعها اللي هو سي يو اس اي، ده بنستفاد منه ايه؟ كنا اتكلمنا عليه في فيديوهات كتير على فكره. بنستفاد منه ايه؟ بنستفاد ان احنا لما نيجي ننزل ابديت لعبه لازم يكون نفس تايتل الاي دي ده. بنستفاد ان انت عشان تعمل شيت للعبه في اصدارات كتير، فانت لازم تعرف التايتل الاي دي بتاع اللعبه اللي عندك ايه عشان تعرف تعمل لها ملفات شيت. بتستفاد منه في شويه تفاصيل كتير. وكمان ظاهر لك هنا فيرجن بوينت اللي هو فيرجن 02.00، ده الابديت بتاع اللعبه، انت دلوقتي على ابديت كام في اللعبه، فدي برده حاجه حلوه قوي. طيب دي بس الاضافات؟ لا لسه معلم، لسه في اضافات ثانيه. احنا لسه كنا عملنا اضافه كده وهنطلع هتطلع تاني تخش في الجولد هين، بعد كده تنزل هتدوس على جيم اوفرلي دي، وتلاقي هنا بقى ايه الفريمات.
دي بصوا الاضافه دي نزلت في الاصدار اللي فات، بس انا ما كنتش عملت فيديو عن الاصدار اللي فات اللي هو برضو كان 2.25، بس انا ما عملتش عليه اي حاجه، ما اتكلمتش عليه، قلت لسه هيبقى في ابديتات عليه او لسه في تحديثات كتير هتنزل فاستنيت. فالمهم الاوبشن ده حلو قوي، الفريمات يا شباب الفريمات، وانت بتلعب لعبه يظهر لك عدد الفريمات، يعني انت علمته كده وتدوس هنا شو كده، وهنسيب انيبل سكان لاين ده دلوقتي، وبعد كده تيجي تفعل اللعبه بتاعتك اي لعبه ايا كانت. يعني مثلا تشغل اللعبه دي التحديث لاحقا يا عم، زي ما انت شايف اللعبه هتفتح، ظهر لك تحت، انت شايف ظهر لك ايه؟ اف بي اس، اختصار للفريمات يعني، ده بيظهر لك الفريم بتاع اللعبه. زي ما انت شايف دلوقتي بيقول لك اللعبه شغاله على 9 فريم، ويبدأ يغير لك بعدد الفريمات 60 فريم 59 فريم، بيحدد لك عدد فريمات اللعبة، انت دلوقتي بتلعب اللعبة على كام فريم. حلو الخيار ده على فكرة مفيد، بيعرفك. وهتيجي هنا في الجولد هين تاني، الخيار التاني اللي معانا اللي هو انيبل سكان لاين، ده جديد خالص بقى، هتيجي هنا تعلمه، ولو دوست بتحدد بقى ايه اي خيار مثلا. يعني احنا لو جينا هنا علمناه كده ودخلنا هنا، بصوا يا شباب تحس ان اللعبه، بص بص بص، في تخطيط كده في الشاشه بيعيشك جو الالعاب القديمه، يعني اكنك انت بتلعب لعبه على تلفزيون زي ده كده. بصوا التلفزيونات القديمه دي، التلفزيون ده انتوا شايفينه اللي هو في الجنب ده، بيعيشك جو التلفزيونات القديمه كده شويه. حلوه على فكره، يعني ممكن تستفاد في الالعاب القديمه اللي زي اللعبه دي كده مثلا، اللي هي سلاح في النينجا. حلو، طب تعالى نرجع، هل في اي اضافات ثانيه؟ تعالوا نخش مثلا في الجيم اوفر، دي خلصت خلاص، سيلفر هتلاقيها ثابته زي ما هي ما فيهاش اي حاجه، الكيلو برضو ما فيهاش اي حاجه. بس كده يا شباب، ده كان ملخص للجولدن الجديد او التعديله الجديده الخاصه ببلاي ستيشن 4 اصدار 9 او اقل. فما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اقوى لايك سبسكرايب واشتراك وتفعل الجرس لتوصلك الفيديوهات الجديده، وسيب لي رايك في الكومنتات يا شباب، الكومنتات والله بتفرق جدا في ترتيب الفيديو وبتشجعني، بتشجعني جدا، سيب لي رايك في الكومنتات عشان بيفرق معايا. كان معكم اسلام فايد، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.